مريم الدباغ وابن رشد، أي فما رابط عجيب ما بيناتهم. إذا تمشي اليوم المتحف الفاتيكان تشوف اللوحة هذه الرسام عصر النهضة الشهير رافائيل. اللوحة اسمها مدرسة أثينا وهي عبارة على أوماج للفلاسفة والعلماء. اللوحة وجودها في الفاتيكان في حد ذاته ثورة، على خاطر حتى قرون قليلة سابقة كانت أوروبا تعيش في عصر الظلمات، عصر سيطرة الكنيسة على كل مفاصل الحياة. يعني الناس كي كانت تمرض مثلا كانت تكتفي بالتبرك بعظام القديسين والدعاء، على اعتبار أنه طلب العلاج محرم من قبل الكنيسة، وبالتالي مفهوم الطبابة أو الطب ما كانش موجود أصلاً في أوروبا. في نفس الوقت كان ابن مساوي في بغداد يعمل في عمليات جراحية على العين ويحاول يلقى علاج للاكتئاب، اللي عرفه وكتب عليه كتاب كامل سماه الميلانخوليا. نرجعوا للوحة متاعنا اللي وجودها في الفاتيكان كان دليل على الثورة الفكرية والحضارية اللي صارت في أوروبا وخلت الناس تقدر العلماء والفلاسفة اللي كانوا حتى زمن غير بعيد يتكفروا ويتقتلوا في الساحات العامة. في اللوحة نشوفوا شخصيات كما سقراط وأفلاطون وبيتاغور وبطليموس، ونشوفوا زيدا الشخصية هذه، شخصية ذات ملامح وهيئة أرابو مزلمان. هذا يا سيدك بن سيدك هو فيلسوفنا ابن رشد. وما أدراك ما ابن رشد؟ ابن رشد اللي عالم اللاهوت الإيطالي الكبير توماس أكوينتس انبهر بالفكرة اللي جابها واللي تقول بفصل المعرفة عن الإيمان. فصل المعرفة عن الإيمان، المعرفة عن الإيمان. قعد سي توماس يكتب ويطور من الفكرة هذه، وكانت كتاباته سبب في اقتناع أوروبا بجدوى فصل الكنيسة عن الدولة، وهكا عرفت القارة الأوروبية نهضة حضارية وفكرية خرجتها من قرون الظلام. أما كيف اللي قرون الظلام اللي خرجت من أوروبا حلت بنا نحنا في مفارقة عجيبة، لين ولينا نشوفوا ناس تسوق للتشافي والعلاج من خلال شرب الآيات القرآنية اللي دوب في الماء، ولا القرآن اللي أول آية فيه اقرأ حاجة تتشرب. قرون الظلام وصلنا نشوفوا فيها مريم الدباغ تسوق للمعجزة متاحها، البوكس إسلاميك. معجزة vous allez trouver des box islamiques donc حل مشاكلنا، وهكا ولينا نداويو رواحنا بالرقية الشرعية والسبحة الإلكترونية، وخلينا العالم يصنع الفاكسان والدويات، ولينا نجيب الرزق بالجاوي والبخور، وخلينا العمل والاجتهاد للعالم الآخر. العالم اللي في يوم من الأيام انبهر كيف الكروسيدرز وإلا الصليبيين روحوا له بالصابون من القدس، على خاطر ما كانش يعرف الصابون.